هل تؤيد أن يجمع الفرد بين التلاوة وقراءة القصائد الحسينية؟ طبعا ليس نحن من نؤيد، بل هو نص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إني مخلف فيكم الثقلين، أو إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب ما إن تمسكتم بهما، لم يقل نبينا صلوات الله وسلامه عليه من تمسك بأحدهم، من تمسك بهما القرآن والعترة. لا نستطيع أن نقول أننا نتمسك بالعترة دون القرآن، ولا نستطيع أن نقول نتمسك بالقرآن دون العترة. كيف نستطيع، أو ما هو الجمع بين القرآن والعترة؟ الفاصل بين هذين هي أن يكون الإنسان يسعى في بداية أن يجمع بينهما، أن يكون ساعيا للتقوى حتى يكون مؤيدا ومسددا في كلا الخدمتين، خدمة المنبر الحسيني وخدمة كتاب الله العزيز. حقيقة لا نستطيع أن نفرق بينهن أبدا، أو بينهما أبدا، كتاب الله والعترة. فعلى الرادود أن يكون قارئا للقرآن، وعلى قارئ القرآن أن يكون رادود. ليس بهذه العناوين أنه لازم يكون رادود ولازم يكون قارئ قرآن، لا، يكفي أن يجمع بين هذين، أن يكون مرتبط بعترة أهل البيت ولا يترك جانب القرآن الكريم، حتى على مستوى الفرد الشخصي، حتى على مستوى العائلة، على مستوى الأطفال، أن يكون ملتزم بهذا الكتاب السماوي العظيم، كتاب الله. ونحن نشهد في هذا اليوم هجران كبير لكتاب الله العزيز. للأسف الشديد المجتمع، ليس كل المجتمع، بل هناك شريحة كبيرة جدا من المجتمع هي بعيدة عن الأجواء القرآنية، وكأن القرآن شيئا ثانويا، ما نزلت به الآيات، ولا نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بلغوا به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولا هو رسالة لكل الأنبياء، وهو كلام الله فوق كل هذا، كلام الله. فالجمع بينهن واجب برأيي الخاص.